فير بلاي مواصلين فيه اخر جزء من حصتنا اليوم. البارح كانوا مقابلات الشامبيونز ليج الاوروبيه الجوله الثالثه من دوري المجموعات. مش نحكيو عن المقابلات اكيد كوره وفنيات، لكن باش نحكيو على صوره تهمنا. كيفاش تهمنا صوره مقابله البي اس جي ونادي لايبزيج الالماني؟ الطفل الصغير هذه الصوره فيها جمله ومساج ليونيل ميسي، فيه ليو جيف مي يور شيرت اي جيف يو ماي مام، يعني اعطيني مريوم نتاعك نعطيك الوالده نتاعي. دونك براءة الاطفال للصوره هذه خذاها مصور تونسي. فاش تمنا باعتبار الصوره هذه خذاها المصور التونسي بدر الدين الطناني، موجود معنا بالتليفون بعد ما جابت العالم الكل. بدر اهلا بيك. اهلا بيك اسلام وكل مستمعي اكسبريس اف ام. دونك نحكيو شويه بدر، ظهر لي ساعه كي خذيت الصوره هذه كنت تتوقع معناها باش تاخذ البوليميك هذه الكل والامبلور هذا الكل خذيته في العالم؟ لا والله لا، خاطر بون البارح كنا نحن 60 فوتوغراف في البارك دي برانس، معناتها قلتوري ثم دوتر فوتوغراف خذوها، لكن كي رجعت الاحداث وقت انا خذيت التصويره هذيك كان رونالدينيو، كان معناتها ضيف في باريس سان جيرمان، لاعب سابق لباريس سان جيرمان، كان يعمل في التور دونور، كانوا لي فوتوغراف براتيكمون الكل لاهين به هو وبالتور دونور ويحيي في الجماهير. انا في تلك اللحظه معناتها التقطت الصوره وما كنتش نتوقع معناتها باش تاخذ سكسي هذايا الكل. اليوم الصباح كنت نحكي مع زميلنا امين كلانزا من راديو اي اف ام، قال لي البارح ثم صوره نتاع ولد صغير هز معناتها لافته مكتوبه فيها المساج وواحد كل شيء، قلت له راني صورتها الصوره نتاعي، دخلت على الوكاله اللي نستغل معاها وشفت نلقى تصويره معناتها دارت العالم، معناتها كنت معناتها كان مش الزميل امين جلانزا معناتها حكينا في الموضوع تحيه ليه، ما نفيقش بها. بون فرحت برشا اللي الصوره نتاعي دارت في العالم وفي لي ريزو سوسيو وفيها معناتها سينياتور نتاعي فيها الاسم نتاعي. دي فوا ثم تصاور تاخوهم معناتها ما تتوقعش اللي باش معناتها تعمل سكسي، ديكو حاجه معناتها نجم نقول نحطها في السي في نتاعي تقعد في التاريخ نتاعي، مع انه البارح معناتها تعرف الاضواء ديما مسلطه تويكا على ميسي يلعب في باريس سان جيرمان، معناتها تشوف النمبر دي فوتوغراف اللي زاد السنة، معناتها دابيتود تشامبيونز ليغ ما فوتوش في 35 مصور، السنة 60 معناتها مصور، تشوف الاهتمام اللي ولا ليه باريس سان جيرمان وميسي، وشفنا الشبل الصغير معناتها الميساج هو ميساج معناتها بريء، معناتها وصل جنون الكوره وعشقوا الميسي، معناتها اش وصل كتب على اللوحه اللي جابها للملعب باش يضحي بامه اغلى ما عنده معناها. وي 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 جنون الكوره. علاش ما مشيتش رونالدينيو وانت بدر؟ لا من بعد صورت رونالدينيو خاطر عملت تور دونور معناتها فهمتني، من بعد كي مشى للفيراج اوتوي هو الفيراج الشهير معناتها في ملعب البارك دي برانس، وكان وقف وغنى وغنيت رونالدينيو، بعد مشيت رونالدينيو معناتها وثما دي فوا معناتها تي با اتر بارتو في الستاد ما تنجمش تصور كل شيء، معناتها لازمك تختار البوزيسيون اللي انت فيها، لكن الحمد لله زادت ما كنت مصور رونالدينيو اللي معناتها من في بارتي من تاريخ باريس سان جيرمان كيما زلاتان كيما بيكام كيما تعديد اللاعبين معناتها في باريس سان جيرمان كيما راي فهمني، وتويكا عادة ولات في باريس سان جيرمان في كل جرون مات يجيبوا لاعب قديم اللي كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ باريس سان جيرمان كيما باوليتا كيما تعديد اللاعبين معناتها. ولا مشهور الطفل؟ طفل ولا مشهور وما نعرفش شنو المساجات اللي جاوا لامه اليوم، لكن انا نتمنى انه ليونيل ميسي معناتها توصل له الصوره ويوصل له المساج، وجون سوي سور الفونداسيون نتاع باريس سان جيرمان باش تعمل جيست مع الوليد هذايا بوتيتر يخصصوا له موعد مع ليونيل ميسي، وان شاء الله يصير عليه روبورتاج في معناتها التليفوت، نعرفوا برنامج التليفوت على قناه التليفون ديما يتعدى نهار الاحد ديما يهتموا بالحاجات هذوما، جون سوي سور انه ميسي تو يوصل له الميساج ولازم يعمل حاجه للوليد هذايا. ما عادش كلموك تليفوت ولا مازالوا؟ كيفاش؟ قلت لك كلموك يا جماعه تليفوت ولا مازالوا؟
لا لا لا، مازال ما اتصل بيا حتى حد. باهي، وفما بريم على تصويرك كيما هكا ولا ايه؟ خلينا والله نبلبشك شوي. نحن خدمنا خدمتنا واللي فيه الخير ربي سهل فيه. هذه نتاع كواف جايه تحسها على الاخر الجمله هذه. ان شاء الله ديما يكون ان شاء الله. يعطيك الصحة، مشكورة بدر على تدخلك معنا بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله صور اخرى من النوع هذا. علفت هذه ان شاء الله، صور اخرى من النوع هذا نلقاها ما... ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة بدر على تدخلك معنا. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا انس جويني في الاخراج، شكرا ايضا ناصر السيكري، اجمل تحيات.